السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يسعدني أن أرحب بالسيد موسى فكي رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي، ويسعدنا زيارته لنا في دولة قطر، حيث التقى بصاحب السمو أمير البلاد مفدى يوم أمس، وكان هناك بحث للعلاقات بين دولة قطر وبين القارة الأفريقية، وتم أيضا بحث كافة الملفات التي تخص القرن الأفريقي، سواء كان جهود دولة قطر في ملف دارفور، وأيضا الوساطة القطرية في ملف جيبوتي وإريتريا، وكافة شؤون القرن الأفريقي. كما بحثنا أيضا ملف الهجرة غير النظامية، والتي تشكل اليوم هاجس بالنسبة للعالم أجمع، سواء كان في القارة الأفريقية أو القارة الأوروبية أو لدينا كدول منطقة. وفي إطار التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، وجه سمو الأمير للعمل على مبادرة للنظر في حل جذري لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتم عمل من قبل فريق من الاتحاد الأفريقي ودولة قطر لإنشاء صندوق لإعادة إدماج المهاجرين غير النظاميين العائدين إلى دولهم، حيث أن الاتفاق السابق بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يضمن عودة المهاجرين إلى أوطانهم عودة طوعية، ولكن وجدنا أن هناك فجوة في مسألة إعادة الإدماج، حيث تم الاتفاق على وضع آلية وتطوير استراتيجية لإعادة إدماج العائدين. نتطلع لاستكمال العمل مع الاتحاد الأفريقي، كما نتطلع أن يكون هذه الخطوة هي خطوة في سبيل إنشاء نموذج ناجح لأيضا حشد الدعم الدولي حوله لاستكمال هذه المبادرة، وسيتم العمل من خلال شركاء دوليين، منظمات دولية أخرى، بالتنسيق طبعا بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي. أشكرك السيد الرئيس على حضورك إلى دولة قطر، ونتطلع إلى أن نعمل سويا، ونتطلع أن تكون هناك نجاح لهذه المبادرة في المستقبل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي العزيز صاحب السمو، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، أسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم إليكم صاحب السمو ومن خلالكم إلى الحكومة والشعب القطري بوافر الشكر على الاستقبال وكرم الضيافة. إن المبادرة القطرية حول المهاجرين الأفارقة جاءت في الوقت المناسب ولأناس على مس الحاجة إليها. لا يخفى على أي متابع أو مراقب لأوضاع المهاجرين الأفارقة في مناطق عديدة من العالم أن سوء المعاملة ورداءة الظروف المعيشية والصحية والإنسانية التي يعانون منها هي مصدر اشتغال كبير لنا ولكافة الأفارقة رسميا أو شعبيا. وفي هذا السياق تشكل مبادرة صاحب السمو أمير قطر جزء هام من مسلسل الرد الإفريقي والدولي على تلك الأوضاع المزرية وما رافقها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الإفريقي وكرامته وشرفه. إنها إذن لمناسبة جلة لتقدم فيها إلى قطر أميرا وحكومة وشعبا بأخلص عبارات الشكر والامتنان، كما أطلع إلى أن تكون هذه المبادرة بداية عمل دولي شامل ومستدام لإيجاد حل لهذه الظاهرة عبر مبادرات جوهرية للتصدي للأسباب الحقيقية للظاهرة، والعمل على اعتلاء جذورها المرتبطة بالفقر والتخلف والإقصاء. وإن الكفاح ضد كل تلك هذه المعوقات هو في صلب اهتمامات الغارة، وخاصة في إطار أجندة 2063. مرة أخرى أتقدم بالشكر لكم ولقطر على هذا الجهد المحمود، وإن شاء الله هذه المبادرة ستكون بداية عمل
جماعي إن شاء الله سيكون في إفريقيا وفي العالم العربي وفي المجتمع الدولي بصفة عامة لحل هذه الظاهرة التي تؤثر في الشباب الإفريقي الذي اضطر للهجرة وغالبا الهجرة الغير شرعية. وكثير من المنظمات الإجرامية انتهكت هذه الفرصة وجرت هذه الشباب في عمل خارج القانون. شكرا مرة ثانية أخي العزيز. Thank you. Sorry, I'm speaking English. David Harding from Agence France Presse. David Harding من Agence France Presse. لدي سؤالين للاتحاد الإفريقي. هل نعرف عدد الأشخاص المتأثرين بهذه المسألة والذين ستغطيهم هذا المبلغ المتبرع به من قبل دولة قطر 20 مليون دولار؟ والمسألة الثانية، السؤال الثاني لسعادة وزير خارجية دولة قطر. بومبيو قال إن حل للمسألة التي جرت وليست قريبة. إذن منذ السنة الماضية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لقد قمنا بإرجاع ما يقارب 30,000 مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم، ولكن أعتقد أن الرقم أكبر من ذلك. أعتقد أن هذه بداية ونأمل ذلك للتوصل إلى حل إلى هذه القضية الصعبة جدا في إفريقيا. نحن نقدر المبادرة القطرية، مبادرة أمير دولة قطر لمساعدة هؤلاء الناس للعودة وحتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. هل بإمكانك أن تطرح السؤال مجددا لأنه لم يكن واضح؟ نعم، أمس بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية قال إن الحل للأزمة الخليجية هو بعيد بعد جولته لدول الخليج. هل تتفق مع تقييمه؟ أمس خضنا نقاشات مع وزير خارجية أمريكا حول الأزمة الخليجية وتطور هذه الأزمة وآثار هذه الأزمة على الكثير من قضايا الأمنية الإقليمية. ما عناه وزير الخارجية أنه ليس هناك تقدم تم إحرازه في الأزمة حتى الآن، وبالتالي فإنه من المهم أن نسترجع وحدة الخليج وقوته من خلال توحيد منظومة الخليج. دولة قطر تبقى جاهزة لتدخل في حوار بناء دون مشروط مسبقة، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، لكن لسوء الحظ فإن هذا الحوار يحتاج إلى أن يكون هناك رغبة من الطرفين، التزام من الطرفين، وهم يواصلون تصعيدهم وكذلك تدابيرهم غير العادلة. دولة قطر موقفها هو نفس اليوم منذ اليوم الأول من الأزمة، وسنواصل من خلال أجندتنا الوطنية. سلمان النجار، التلفزيون العربي. سعادة الوزير، استكمالا لسؤال زميلي بن علوي، كان هنا في الدوحة يوم أمس وأجرى لقاء مع سمو أمير قطر وأيضا أجرى لقاء مع حضرتكم. هناك كثير من التكهنات حول ما الذي حمله بن علوي من جديد إلى على صعيد الأزمة الخليجية، أو إن كان هناك زخم عماني أو استكمالا للمبادرة الكويتية. نود أن نعرف ما الذي حمله بن علوي. ولدي سؤال آخر، لا شك أنك على اطلاع أن بعض الدول الخليجية وأيضا بعض الدول العربية تحاول التطبيع مع النظام السوري مؤخرا. نود أن نعرف ما هو موقف قطر من إعادة بعض الدول لسفاراتها إلى دمشق، وما هو موقفكم من تطبيع الجامعة العربية مع النظام السوري، وهل سنشهد سفارة قطرية قريبا في سوريا؟ شكرا. بالنسبة لزيارة معالي الوزير يوسف بن علوي، هي أتت في إطار رئاسة سلطنة عمان الشقيقة
الدورة الحالية لمجلس التعاون والنظر والتشاور في كيفية تفعيل كافة اللجان والآليات المعطلة من قبل مجلس التعاون بسبب الأزمة الخليجية الأخيرة. طبعا في دولة قطر نحن من اليوم الأول كنا واضحين أن مجلس التعاون يجب أن لا يعطل بسبب تصرفات بعض الدول فيه، ويجب أن تستكمل هذه المسيرة بشكل منفصل عن هذه الأزمات. ولكن إذا رأينا في إطار تفعيل المجلس وفي إطار فوائد تفعيل هذا المجلس في ظل هذه الإجراءات الغير العادلة ضد دولة قطر، في ظل هذا الحصار على دولة قطر، فلن يكون من المجدي لدولة قطر المشاركة بشكل فعال في هذه الآليات. ولكن نحن سنظل نفصل ما بين الشأنين، ما بين الخلاف الذي يختص بدول الحصار وآليات مجلس التعاون، ولن قطر لن تكون معرقل لمسيرة المجلس الذي ينعكس بنتائجه على الشعوب الخليجية. وسنظل نشدد على أن تكون هناك نتائج واضحة أيضا للشعب القطري كما للشعوب الخليجية الأخرى. بالنسبة لسؤالك الآخر بخصوص سوريا والتطبيع مع النظام السوري حاليا والدعوات لعودة سوريا للجامعة العربية، موقف قطر منذ اليوم الأول، هناك أسباب كانت بسببها تم تعليق عضوية وتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وعدم مشاركتها. الأسباب ما زالت قائمة ولم تزل، فلا نرى هناك أي عامل مشجع لعودة سوريا. لا يوجد حتى الآن حل سياسي، الشعب السوري ما زال تحت قصف وتحت تشتيته من قبل النظام السوري. النظام السوري ما زال يتصرف بتصرفاته الغير عابئة بشعبه. تطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو فقط تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب، وهذا الأمر يجب أن لا يكون مقبول. موقفنا في دولة قطر، يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، يجب أن يكون هذا الحل يرتضيه الشعب السوري ولا يفرض عليهم من الخارج في النهاية. ودولة قطر ستدعم أي حل مهما كان إذا كان هذا الحل مدعوم من قبل الشعب السوري. أحمد بيومي من صحيفة الشرق. سؤالي لسعادة رئيس المفوضية الأفريقية، كيف تقيمون مبادرة حضرة صاحب السمو في دعم الجهود الأفريقية بشكل عام وهذه المبادرة بشكل خاص؟ نعم، الشراكة بين قطر والدول الأفريقية قديمة وفي شتى المجالات. هذه المبادرة تخص المهاجرين العائدين من بعض الدول وخاصة من ليبيا. هذه مبادرة إنسانية، وهذه الظاهرة أصبحت كما قلت سابقا الشغل الشاغل حاليا في الاتحاد الإفريقي، ونحن نرحب بهذه المبادرة ونتمنى أن الدول الأخرى والشركاء الآخرين يقفون معنا لحل هذه المشكلة، لأن عدد كبير من الشباب متواجدين حاليا في دول العبور ويحاولون العبور ويراهنون حاليا بأرواحهم، كثير منهم ما تغرق في البحر المتوسط. لذلك هذه المبادرة جاءت في وقت المناسب، ولكن العلاقة والشراكة مع قطر أوسع من ذلك، هي في إطار الاستثمار، ونحن نعمل جاهدين أن نعزز هذه العلاقة، هذه الشراكة لمصلحة الطرفين. شكرا. Thank you.